بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذه نصيحة من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل هو قدر ذلك، قدر أن يكون لنا عدو في الأرض. قصة آدم مهمة جدا، تكررت في القرآن الكريم مرات عديدة حتى نعلم أن هناك عدو متربص لنا، هذا الشيطان الذي أمره الله عز وجل بالسجود عندما كان مع الملائكة، ولكنه تكبر وأبى واستكبر وكان من الكافرين، ولعنه الله عز وجل، ولكنه طلب من الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه. دعا الله أن يمهله في العذاب إلى يوم القيامة فاستجاب الله ذلك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى ينبغي أن نتخذ هذا الشيطان عدوا، كما قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هدف الشيطان إن هو يدخلك النار وكمان يفشلك في حياتك. كيف نحارب الشيطان؟ أول حاجة التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، ندعو الله عز وجل أن يقول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نلتجئ الله سبحانه وتعالى ان هو يبعد عننا الشيطان الرجيم، وايضا ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاسم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس، يعني كمش، واذا نسي وسوس. يبقى بكثره ذكر الله عز وجل، وعموما الانسان لما يكون في طاعات الشيطان بيكون بعيد، في طاعات، في ذكر، في صلاه، في صدقات، في جبر خواطر الناس بيبتعد الشيطان، لان الشيطان دائما بيعمل على المعاصي. لما تاتي المعصيه بتلاقي الشيطان ينمو ويتكاثر ويتغلغل وهو يرجي من آدم مجرى الدم. يبقى البعد عن المعاصي وكثرة ذكر الله عز وجل هام جدا لطرد الشيطان الرجيم. والصحبة الصالحة مهمة جدا، الحقيقة الصحبة الصالحة لا يكون للشيطان نصيب، إنما الشيطان بيكون نصيب مع الصحبة الفاسدة. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الإنسان أبعد. الإنسان ما يكونش لوحده أبدا، يكون دائما في صحبة صالحة، فهنا يبتعد الشيطان الرجيم. عليكم بالجماعة، يعني التجمع على الخير دائما، والشيطان حريص عن أن يفرق بين الناس. يقول ربنا عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى الشيطان حريص أنه يمزق العلاقات بين الناس، ليه؟ حتى ينفرد كل واحد عن انفراد فيغويه إلى الهاوية. وأيضا ينبغي أن نعرف مكائده، مكائد الشيطان مهم جدا ينبغي أن نعرفها. والشيء الأخير وهي العبودية، قال ربنا عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والشيطان قال أيضا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى العبودية والطاعة والصحبة الصالحة، والإنسان يكون دائما في طاعة الله عز وجل ويكون عبدا مؤمنا صادقا صالحا متقيا، ليس للشيطان له نصيب أبدا. ولكن ينبغي أن نعرف ما هي طرق الشيطان للإغواء، هذا أمر هام جدا. أول حاجة أن الشيطان يسلك سبيل الخطوات، الشيطان يوقع ابن آدم في الكبائر، يعني في عظام الذنوب، يبدأ بالصغيرة كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبدأ الشيطان بالخطوات صغيرة بالسوء، يعني حاجة بسيطة، ثم بالفحشاء بالكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يبدأ يشككك في ذات الله عز وجل، وأن تتخول على الله عز وجل بما ليس فيه. والحقيقة الصحابة رضي الله عليهم كان يأتي عليهم الشيطان ويسول لهم حتى في مسائل العقيدة وفي وجود الله عز وجل، حتى إن بعضهم قال: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي لنا ويوسوس لنا بأمور لأن يخر أحدنا من السماء خير أن يبوح بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ذلك؟ يعني هذا حدث؟ قال: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان. ليه بقى؟ لأن الشيطان بيلعب مع قلوب الصالحين في وجود الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والعلاج بقى نصحه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: آمنت بالله العظيم. خلاص انتهى الموضوع، لأن الشيطان دائما بيلعب في الخزائن. يعني ضرب حقيقة مثلا، لما يكون عندك مخزن فاضي خربان خاوي ليس فيه شيء، ومخزن فيه مجوهرات وليس عليه حارس، ومخزن فيه مجوهرات وعليه حارس، إلى أي مكان سيأتي الشيطان؟ إلى المخزن اللي فيه مجوهرات وليس عليه حارس. ليس عليه حارس اللي هو ترك ذكر الله والغفل عن ذكر الله عز وجل.
انما الخربان ده البعيد عن الله سبحانه وتعالى او الملحد او كده لا، كيف ياتيه الشيطان؟ هو الشيطان بيقود يمين ويسار، انما بيلعب الشيطان دائما مع الصالحين المؤمنين لما يتغافلوا عن ذكر الله عز وجل. يبقى بذكر الله سبحانه وتعالى، بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى يبتعد الشيطان الرجيم. يبقى من مكائده قلنا ان الشيطان بيصد عن ذكر الله كما قال ربنا عز وجل: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. يبقى من اعماله يوقع العداوه والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى نعرف ان من اعماله هو دايما بيأخر الصلاة ويسوي يأتي عندما تسمع الاذان يؤجلك، يحاول بقدر المستطاع ان يبعدك عن المسجد، او يحاول بقدر المستطاع ان هو يؤخر الصلاة. يبقى دي من اعماله، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وايضا الغضب مدخل مداخل الشيطان، لما بيغضب بيفقد صوابه. ولذلك نصحنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. قال: اوصيني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصيني يا رسول الله. قال: تغضب 3 مرات. والشيطان أيضا يخوف، يقول ربنا عز وجل: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ويخوفك من إباء، بيخوفك من كل حاجة. الإنسان البعيد عن الله عز وجل بيكون سهل الشيطان إن هو يتلاعب به، والتسويف اللي هو موضوع التأجيل. وأيضا من أعمال الشيطان الهامة جدا القنوط، إن هو يقنطك من رحمة الله عز وجل. القنوط في حد ذاته معصية، ربنا عز وجل رحمته واسعة. هو سبحانه وتعالى قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أعماله أيضا أن يزين، يعني بيحاول بيأتي بالمتاع والزينة اللي فيها معصية يجملها ويزينها ويحليها حتى يوقع ابن آدم في المعصية. معظم الكوارث التي تحدث في الأرض سببها الشيطان الرجيم. ونعلم أن هناك عدو متربص، وخطورة هذا العدو كما قال ربنا عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. يعني الشيطان يرانا ولا نراه، هنا بقى الخطورة. يبقى تعلم لما تجيلك الوسوسة بالمعصية، تعلم أن هذا تسوير الشيطان الرجيم. ثم يقول ربنا عز وجل: إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. يبقى البعيدين عن طاعة الله المقرطين في المعاصي الشيطان يقودهم إلى المعاصي وإلى الهلاك. نسأل الله العافية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.